وراك توقع بهذا الحماس الإقبال الشديد على الانتخاب. لاحظ يعني عدد معتبر من الشباب اللي ربما لأول مرة راح يشارك في هذا الانتخاب، كذلك لاحظنا عدد معتبر من الناس اللي كانوا يقاطعوا في السابق اليوم راهم يشاركوا، ثم ضيف على إلى ذلك تشوف العدد الهائل يعني اللي راك تشوف فيها حاب يشارك في هذه الانتخابات. انه لازم تكون جديه في الحاله تاع الدوله الجزائريه باش ندوها نوصلوها لبر الامان، ووعي الكبير اللي يتحلى به شباب الورقلي وبالاخص شباب بوعامر. اولا انا اول مره نشارك في هذه الانتخابات ونشوف في اقبال كبير جدا كبير اللي ما كناش متصورينه، وان شاء الله يكون ان شاء الله كما يقولوا عرس بالنسبه للجزائر، وان شاء الله انتصار جديد والحمد لله، وان شاء الله يا رب يجيب لي فيه الخير. جد حسن ان شاء الله في هذا العرس، انا نسميه العرس الانتخابي الذي لم تكن له سابقه مثل اليوم. كل صراحه نتمنى ان يكون هناك رئيس مقبل ان شاء الله بمستقبل زاخر للوطن وخاصه للشباب، لأن أمل الشباب جد كبيرة إن شاء الله بعد الانتخابات. نتمنى أن يكون هناك تغيير. النسبة في ولاية ورقلة إلى الساعة 11 بالضبط تقدر ب 10.37%، أي 38349 مواطن قاموا بإداء واجبهم الوطني وقاموا بعمل التصويت. في مجمل المسجلين يقدر ب 369741 الى الساعه 11، وهذا ياخذ بالاعتبار تصويت البدو الرحل اللي في بلد البرما اللي كانت منذ 9 ديسمبر الى يومنا هذا الى نهايه عمليه الاقتراع. بالنسبه للاختارات، السلطه الوطنيه وضعت خط مباشر اخضر مجاني للمواطنين. الى حد الساعه استقبلنا 35 اختار من المواطنين. هي تنحصر اساسا في عدم وجود اسمهم في سجل المنتخبين، وبعض الاحتكاكات وبعض تواجد اناس غرباء حول محيط المركز او المكتب. وقمنا بالتنسيق مع رؤساء المراكز والسلطات الامنيه، وقمنا يعني بحل المشاكل.